السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم أسئلة عامة على الدوائر الكهربائية والمقاومات للصف 12 علمي منهج دولة الإمارات العربية المتحدة العام الدراسي 2013-2014. السؤال رقم 1: في الشكل المجاور إذا كانت البطاريتان متماثلتان ومقاومة فتيل المصباح A 200 أوم ومقاومة فتيل المصباح B 400 أوم، إذن هون 200 أوم هون 400 أوم، أي المصباحين شدة إضاءته أكبر؟ طلب الثاني: أي المصباحين سيعمل فترة زمنية أطول ولماذا؟ لازم الطالب بهالنوع من الأسئلة يتذكر الآتي: يعتمد سطوع إضاءة المصباح على القدرة الكهربائية التي يبددها فتيله، فالمصباح الذي يبدد قدرة أكبر يكون أكثر سطوعا. نشوف بالسؤال شو الأشياء اللي عاطينا إياها السؤال. عاطينا السؤال إنه مقاومة المصباح B أكبر من مقاومة المصباح A، وعاطينا فرق جهد المصباح A يساوي فرق جهد المصباح B. معنى ذلك بستخدم معادلة القدرة اللي فيها قدرة وفرق جهد ومقاومة اللي هي هذه. مين الثابت عندي؟ فرق الجهد ثابت، معناتها بقي التناسب عكسي ما بين القدرة والمقاومة. هذا كله دراسة السؤال. برجع للسؤال: أي المصباحين شدة إضاءته أكبر؟ يعني لازم تكون القدرة كبيرة معناتها مقاومة صغيرة. مين المقاومته صغيرة؟ A. إذن المصباح A مقاومته أقل وقدرته أكبر فإضاءته أكبر. لاحظت كيف فكرت في السؤال؟ نجي للسؤال 2: أي المصباحين سيعمل فترة زمنية أطول؟ هذا السؤال بيخليني أجيب معادلة القدرة من تعريف القدرة اللي بتربط ما بين الزمن والقدرة وطاقة المصباح. طاقة المصباح ثابتة، هذا ثابت، إذن التناسب عكسي ما بين القدرة وزمن التشغيل من العلاقة. برجع بقرأ السؤال مرة تانية: أي المصباحين سيعمل فترة زمنية أطول؟ يعني دلتا تي كبيرة معناتها بي صغيرة، القدرة صغيرة، إذا القدرة صغيرة معناتها المقاومة كبيرة. مين مقاومته كبيرة؟ بي. لاحظت كيف بديت في السؤال؟ إذا من صيغ الجواب رقم 2، هذا مش الجواب هلأ، بما أن جهد المصباح ثابت إذن القدرة أو السطوع تتناسب عكسيا مع المقاومة وزمن التشغيل يتناسب عكسيا مع القدرة اللي حكيته. إذن المصباح B سيعمل لفترة أطول لأن مقاومته كبيرة وقدرته صغيرة فزمن تشغيله أطول. وفي أمان الله وفي انتظار تعليقاتكم وطلباتكم.